منذ إعلان وزارة الصحة المصرية نجاح تجارب نقل بلازما المتعافين من فيروس كورونا إلى المصابين الذين يتلقون العلاج، والبحث عن متبرع هو ما يشغل المصابين وعائلاتهم، خصوصا الحالات الحرجة منهم، الأمر الذي أدى إلى ظهور سوق سوداء، وهو ما رفضه مينا رغم حاجته إلى البلازما. عشان أبقى أمين معاك، هنقول بنسبة 90% كانت ناس بتتبرع، عايزة تتبرع فور فري من غير أي حاجة، وكان في نسبة 10% إن الناس بتتكلم اللي هو يعني هيبقى في مقابل مادي، يعني هل في مقابل مادي ولا. فطبعا أنا بفهمهم الحل اللي الواحد فيها. شفنا أرقام على النت متفاوتة، يعني ناس تقول 5، ناس تقول 10، ناس في أرقام غريبة الواحد كان بيسمعها. يعني يتراوح سعر كيس البلازما في السوق السوداء بين 600 و1200 دولار، ولمواجهة هذه السوق أسس متطوعون عددا من المجموعات بهدف ربط المصابين بالمتبرعين، ويتلقون يوميا عشرات الطلبات. في ناس بتقول انها خفت، وفي ناس بتطلب، وفي وبنحاول ان احنا على قد ما نقدر بنقول ان في متبرعين هنا، او في ناس عامله منشن على انها عندها استعداد انها تتبرع. يعني اللي بيوصل لنا بيكون لوجه الله، وفي الاول في الاخر انا عارف ان الحاله برضو بتاعت معظم الناس عادت الناس في البيوت، سواء في مصر او حتى على مستوى العالم، حتى في امريكا في ناس كتيره فقدت وظيفتها، فالموضوع مش مستاهل. يعني احنا المفروض بنساعد بعض. تم تغيير اسم الجروب من كيفيه الوقايه من كورونا لملتقى متبرعين البلازما مرضى كورونا في مصر، بحيث نقدر نوصل المتبرعين بالحالات الحرجه المصابه. وده طبعا كان بيتم بدون ذكر اي تفاصيل عن المتبرع، ده طبعا اللي مش حابب اي ظهور على السوشيال ميديا. تعافى رامي واحمد من فيروس كورونا وقدم للتبرع بالبلازما استجابه لدعوه اطلقتها وزاره الصحه. الحمد لله ان ربنا شفاني، اكون سبب في شفاء حد تاني، يعني يكون حالته حرجه يكون محتاج لدوت اكتر من ان انا كده مش هستفاد بيه. اكتر ناس بتحس بالمصاب اللي حس بالمرض، اللي شايف المرض وشايف الايام الصعبه اللي عدى بيها. انا بناشد اي مواطن او اي شخص اتصاب بكورونا والحمد لله وربنا من عليه بالشفاء، ان هو يجي يتبرع بلازما عشان المصابين، لان عايزين نعدي بالازمه دي على خير. ويتولى المركز القومي لخدمات نقل الدم مهمة تلقي البلازما وحفظها وصرفها مجانا بناء على احتياجات القطاع الطبي، ويقول مدير المركز إنه الجهة الوحيدة المخولة قانونا بهذا الإجراء. بلازما المتعافين يتم صرفها مجاني بدون أي رسوم، سواء كان لأي مريض في مستشفى حكومية أو مستشفى جامعية أو مستشفى حتى خاص. عشان كده بنطالبين اشتراطات، اللي يجي يستلم مندوب المستشفى بورقة رسمي من المستشفى منضية ومختومة ومعتمدة للمستشفى، علشان نضمن ان البلازما اللي هي بتطلع مجاني بتوصل فعلا لمستحقيها من المرضى. وتحتوي بلازما المتعافين من فيروس كورونا على أجسام مضادة تساعد في علاج الحالات المتوسطة والحرجة، حيث تعزز من القدرة المناعية لمواجهة الفيروس، لكنها لا تعد علاجا فعالا. وحرمت مشيخة الأزهر بيع البلازما وأفتت بوجوب التبرع بها. مع تعافي أكثر من 11,000 حالة من فيروس كورونا في مصر، تزداد الحاجة إلى بلازما هؤلاء المتعافين. وأمام هذه الحاجة الملحة، يجد البعض طريقا للمتاجرة والتربح من المرضى، وهو ما تحاول الحكومة وقفه بإحكام السيطرة على عملية التبرع ونقل البلازما. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.